ايفريون، اليوم رجتكم فيديو جديد من ماودريس امبريس. اليوم جايز بهذا الفيديو راح نتحدث عن موضوع تحديث الكريسماس، لانه يا جماعه من هسه سربوا لنا ادريس امبريس. اعرف انه كلش بعد هواي الكريسماس، سو انيوي جايز هم سوونا تسريبات. قبل ما نبلش بالفيديو احتركاتكم شيك في القناه وفعل الجرس وخلونا هسه نبلش بالفيديو. اوكي سو اليوم جايز لانا نزلت ريلز جديد، ريل اوكي هي نزلت اكثر من ريل اوكي. سو هذا الريل قاعد شلون هيك توضحينه، خلص التحديث جاي، التحديث جاي. واكو روتنا قطعه بفيديوها، فيديو قطعه قصدي كانه شيء تبع كريسمس وفيها كذا فرو وسوالف وحزام مدري شنو. سو انا ما شفت حبالي او هذا ماي كريسمس، قالت انه هذا احتمال يزكود. وحتى بالتعليقات من فتحت التعليقات اشوف اراء الناس قالوا يس هذا مبين كود كريسمس وحطون ايموجيات كريسمس ومدري شنو. انا هنا انا بوكيتي قلت او ماي جاد كريسمس في تحديث، اقصد في جيسو امبريس، متأكدة هذا التحديث تبع الكريسمس صح يصير نار، بس صبروا بس صبروا. بما انه تحديث الهالوين كان تحديث يتجنن، تصميمه يتجنن، الفي اي بي طلع حلو، النون في اي بي طلع حلو، اللي برا وفكرة الليل والنهار ومدري شنو، يعني الصراحة هذا التحديث كان يتجنن. سو تحديث الكريسمس، الكريسماس يا جماعة ما سولف بيه، لأنه تخيلوا لو ينزلون كذا ثلج يوقع وشجرة منه ومنه وكون ننقذ لانا من سانتا الوحش ومدري شنو، يعني تخيلوا حيكون سوالف تجنن، ملابس غيرها، تصميمات راح يحطون هنا أشجار وتكون كذا مكان يعني، وأرضية ممكن فيها ثلج، أو شوف شو هم ماشيين يصممون، يعني حيصير يتجنن صراحة كلش. تحس تحديث الكريسماس او ماي جاد، احس ذاك اليوم كنت انتظر شهر بس على مود ينزل تحديث الهالوين. شو بساعة عمر هذا الشهر ونزل تحديث وراح يخلص التحديث، شو بساعة ما اعرف ما اعرف يا جماعة شنو الدنيا هاي، حرفيا قاعدة تركض تركض بس ويا الدراسة ما تركض. المهم فيلا، المهم يا جماعة تعالوا هسه خلونا نسولف عن الكريسماس. شوفوا حاليا انا سويت لكم فيديو سابق انه عود اشياء تسريبات الكريسماس وسوالف مثل هاي، و يعني هم قالوا لنا ادريس امبريس انه اقترحوا لنا اشياء ممكن نسويها لتحديث الكريسماس، يعني اقترحوا لنا اشياء من غير الملابس، يعني هذين الايتيمز المدري شنو الملابس هاي اوكي. فقالوا فقط اعطوا اراء للتغيير في المدينه او المكان اللي احنا دا نلعب فيه. سو هواي ناس اعطوا اراء حلوه الصراحه، ومن ضمن هالاراء اللي انا كلش حبيتها وقلت لكم بالفيديو السابق عن هالشيء تبع تسريبات والقزي الاراء مو تسريبات. المهم فواحدة من الاشياء كانت صدق فكره رهيبه، يعني اللي فكر بيها الصراحه يعني انت برافو عليك. اللي فكر فيها هذاك الشخص قال لهم انه احنا مو بالتصويت نسوي نجوم، مثلا انا اعطيتك 5 نجوم اعطيتك 4 نجوم هيجم اوكي. يقول في تحديث الكريسماس سووه احنا نصوت في قطع الثلج، يعني واو، يعني اعطيك 5 قطع ثلجات اعطيك 4 هذه قطع ثلجات، بدل ما اعطيك 5 نجوم لا 4 نو 5 قطع ثلج. عارفين هاي القطعه اللي كذا تكون تجنن، يعني والله سبحان الله ايش قد حلوه، يعني ما اعرف هذا المنظر هيك ما اعرف بالقلب بالقلب اوكي. سو الصراحه انا كلش اتحمس. تخيلوا يا جماعه لو جد يسووها ويسوون التصويت عباره عن قطع ثلج صغيره، نو تجنن احلى من النجوم 60,000 مره، او مثلا يحاولون النجوم فد لون الكريسماس، يعني مثلا ازرق هيك، يعني احس ان الاصفر ما راح يضبط. المهم اوه صدق ما كان التصويت من احنا نعرض الرنواي اللي اتوقع يسمونه الرنواي يا جماعه، راح يصير يتجنن هذا المكان اللي كذا نمشي فيه ونستعرض الاوتفيت، مو يسمونه الرنواي يا جماعه سامع اتوقع يصيح ولا الرنواي صح؟ اكتبوا التعليقات. المهم سو هذا المكان اللي كذا نستعرض فيه الاوتفيت تبعنا والاشياء، هذا يا جماعه راح يغيروه ويسوون كريسمس واضافات وموسيقى تتغير، يعني راح يصير يجنن لما تدخلون على اللعبه او صوره اللعبه من برا، يعني انا متاكده راح يبدعوا، متاكده من هسه، يعني لا تظلون تقولون نو ممكن ما يبدعون ايش ما ادري، نو راح يبدعوا تمام. فتحديث الكريسمس شيء ما يتعوض. هم اصلا فتحوا اللعبة تدريس بس في السنة الماضية، ما أعرف إذا سووا فيها كريسمس بس ما أتوقع، لأنه الناس ما ولا مرة بحياتي شفت واحد عنده قطعة مال كريسمس، فما أعرف. المهم هاي السنة لا راح يسوون، حتى لو أنا نشرت فيديو إنه عاد هي لابسة ملابس كله كريسمس وقالوا اللاعبين في تحديث الكريسمس وتنفتح باب كذا وطلع فيه أشياء الفي آي بي والكاستم ميك أب ومدري شنو سبيد، هذه يعني هواي أشياء تمام، بس ما فهمت فكرتها يعني شنو.
بس حسب توقعي انه ممكن السرعه راح تصير اكثر، يعني راح تصير السرعه اكثر بهوايه. الكاستم ميك اب راح يسوون فيه ميك اب هوايه هوايه، الفي اي بي راح يصير فيه ملابس كريسمس وتغييرات هيك، يعني حسب توقعات ليش انا حطتهم. سو اتوقع انه يعني كذا حركات بركات. سو الباقي الاشياء ما كنت مركزه شنو كانت، بس ركزت على الكاستم ميك اب وهذا السرعه همات على الفي اي بي. في اي بي في اي بي يا جماعه، من كثر ما اكتب في اي بي صرت اقراها في اي بي. سو المهم عليكم في اي بي اوكي. سو يب وهم يا جماعه تعالوا خلينا نشوف الكود الجديد اللي انا اول ما شفته قلت هذا خلاص كود كريسمس وان شاء الله يكون صحيح. حتى بالتعليقات هواي قالوا يس هذا كود كريسمس اكيد هذا هو. ده تلاحظون يا جماعه انه كذا هذا الفرو في التنوره اي جنن حبيت، يعني يشبه في التنوره معينه موجوده هنا. اللحظه اللي مي شو جايز هنا هذه هاي اوكي شوفوا هذا هذا الفرو يشبهه مو بالله والله يشبهه. طبعا صدق يا جماعه انتم من تحجون انجليزي هل تحجون بالامريكي ولا البريطاني؟ لان بالمدرسه تبعنا هو تقريبا كل مدارس العراق تقريبا يدرسون بالبريطاني. سو لما انا احكي امريكي لان اصلا لغتي امريكيه تصير، لا احكي انجليزي المدرسه تقول لي ليش تحكي امريكي وات انا اريد احكي امريكي يعني شلون. بس هاي الفتره صايرين انه يدرسون على امريكي، لاحظت هالشيء صراحه لانه الامريكي هاي الفتره صاير يعني كذا ما ادري شلون، بس هو يعني لغه يعني صارت اكثر او اقوى من البريطاني، عرفت شلون؟ فانتم من تحكون انجليزي تحكون على البريطاني لو على الامريكي انا ما ادري ايش دخل. بس يلا خلينا نكمل، ما ادري ايش جاب الانجليزي على الكريسماس ما اعرف، بس شو هاي يا جماعه المهم جاوبوني في التعليقات. ما ادري مرات اجي افتح المواضيع ما ادري من وين اجيبها. المهم سو جايز المهم ف شنو نسولف ها عن التنور على الكود يس. سو انت شفت الكود كيف صاير يعني تنوره كذا فرو وحزام وحركات بركات، بس احس ما يليق لي كريسمس بنفس الوقت عشان انا احس بارد يعني احتاج ملابس. فهل اذا لبسنا ملابس تحت حي يصير عدل؟ لان تعرفون مرات مثلا من تجيبون فد كذا جاكيت اي شيء يعني حتى في كودات ما ادري شنو اكو يعني جاكيتات وهاي من تلبسون جواها فد بلوزه هاي البلوزه تصير برا، عارفين شلون يعني يصير كانه طقعه مو كانه بلوزه داخل الجاكيت، عرفت شلون؟ سو ما اعرف هل هذا راح يضبط ويانا او لا. سو يب كتبوا بالتعليقات يا جماعه رايكم بالموضوع، وهل تتوقعون في كودات ثانيه؟ لانه صراحه صدمت في تحديث الهالوين انه ما نزلوا ولا كود للهالوين. الكود الوحيد نزله هو هاي الملابس اللي تشوفون اياها، بس انا لونتها وضفت اشياء ثانيه. سو هذا كان الكود الوحيد اللي اصلا ما يخصه، يخص الكيبوب. هم قالوا انه هذه الفرقه كيبوب ما اعرف شنو السالفه. المهم هذا كود جديد بس مو مال هالوين، يعني ما يخص الهالوين تمام. سو هذا الكريسماس من قالت لنا لانا انه ممكن يكون كود يا سلام بين تبع كريسماس شويه فروا منه يعني مبين تصبغونها ما راح يطلع الشكل تبع كريسماس، بس هذا كود مال هالوين صدمه اصلا ما يشبه الهالوين. سو رايكم بالتعليقات يا جماعه لا تنسون خذها الذهبيه يس 15 بس يا قليل. المهم بس تعالوا خلونا نختم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي، حطوا لايكاتكم وشيك في القناه تفعلوا الجرس اكتبوا تعليقات نسبه حماسكم تحديث كريسمس دريسين بريس وبس باي باي اشوفكم بالفيديو الجاي.